بجليميم تعزيز المشهد النقابي بالأقاليم الجنوبية بفرع جديد لنقابة النقابة الوطنية للصحافة المغربية يضم عددا من المهنيين المنتسبين على صعيد جهة جليميم ودن إطار نقابي يطلع بأدواره في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الصحفيين في متابعة سناء بنوي ودحمان بعيرس. مهنيون ومشتغلون وفاعلون في القطاع الإعلامي لجهة جليميم ودنون خلال أشغال الجمع العام التأسيسي لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالجهة، أشغال أفضت إلى هيكلة مكتب الفرع الجهوي الذي سيتطلع بمهامه في ظل سياقات جديدة يؤطرها القانون الجديد للصحافة والنشر. مضامين وقواعد قانونية بسطها ممثل الدائرة المركزية لهذه النقابة خلال مداخلة أتتت هذا الجمع. اليوم كنكونوا حققنا واحد الأمنية ديال المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لتمكين المهنيين بهذه الجهة من آلية من آليات التنظيم المهني وآلية لجمع شملهم من أجل الدفاع عن مصالحهم، ومن أجل كذلك ممارسة أصبحت مطلوبة وهي الاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر للإعلاميين من أجل مهنة صافية نقية تقدس هذه الحرفة وأخلاقيتها. إطار جديد نقابي يدافع عن فئة مهمة وهي فئة الصحفيين، وحضورنا هنا من أجل أولا كأعضاء مؤسسين لهذا الفرع، وثانيا من أجل تشجيع هكذا مبادرات تنهض بمهني هذا القطاع خاصة الصحفيين، والدفاع عنهم وعن مكتسباتهم والترافع أيضا عن قضاياهم، وتعمل دور الوسيط في علاقة يعني المواطنين والمهنيين بالخصوص في علاقتهم مع المؤسسات. تأتي اليوم في فترة دقيقة جدا من تاريخ الصحافة ببلادنا، فترة دخول قانون الصحافة والنشر حيز الوجود من جديد، تغييرات طارئة في المشهد، إنشاء المجلس الوطني للصحافة أو الاستعداد لإنشاء المجلس الوطني للصحافة المغربية. إذن هذا الفرع سيشتغل أولا وعلى كل شيء على قضية تكوين وتأهيل الجسم الصحفي بهذه الجهة. مولود جديد يعزز فروع النقابية لهذه الهيئة الوطنية التي تعمل على الدفاع عن حقوق ومكتسبات المنتسبين ومهني قطاع الصحافة والإعلام وطنيا. هيئة تطلع أيضا بأدوار رائدة في تكوين وتأهيل الصحفيين.